هنعمل سلطة فاكهة بس بطريقة شوية مختلفة. هنستخدم الفاكهة اللي موجودة، يعني أنا عندي هنا عنب أحمر، عندي أناناس فريش، عندي تفاح سكري، عندي كيوي مثلا، يعني حد تاني عنده موز وفراولة مثلا وبرتقان، وكمان طبعا أكيد حسب الموسم. ممكن نحطهم فوق بعض ونحط ونعمل الصوص ونحطه فوقيهم، وممكن نقدمهم بشكل لطيف كده على شكل أسياخ زي الشيش طاووق كده، ونحطهم مع الصوص ونغمس الفاكهة بالصوص واحنا بناكل. وانا هقدمهم بطريقتين الحقيقة عشان يبقى قدامكم الفكرتين برضو، والفكرتين اسهل من بعض وألذ من بعض، بس ممكن يبقى ما عندكوش وقت للأسياخ، ولو ان بقترح تخلوا الولاد هم اللي يعملوها وياكلوها علشان ايه يبقوا استثمروا شوية وقت. طيب عندنا هنا للصوص زبدة، الزبدة ممكن نستبدلها بمية أو لبن أو كريمة أو عصير فاكهة، وعندنا فانيليا سايلة ممكن نستبدلها بالفانيليا الباودر، وعندنا سكر بودرة منخول ناعم خالص، وعندنا الفاكهة اللي هتستخدموها أيا كان نوعها براحتكم حسب الأنواع المتوفرة عندكم. هنعمل ايه؟ ولا حاجة خالص، هاخد بسم الله السكر البودرة المنخول، هاخد الفانيليا، هاخد الزبدة، هقلب اقلب اقلب اقلب، كمان ممكن تحطوا لها جبنة كريمي. برضو القوام زي ما انتوا عايزين، ممكن تحتاجوا تخففوه شوية لو انتوا حابين يبقى سايل خالص، او تخلوه تقيل براحتكم. انا هحط دول تقال وهسيب شوية هنا اهو، وهسيب بقى شويه اللي هنا دول هعمل فيهم ايه، اضيف عليهم قليل قوي ميه او لبن او كريمه او عصير، وافكهم. محتاجه نقطه ميه سخنه علشان خاطر عندي زبده، فعشان سيح الزبده استخدم سائل سخن واقلب تاني. ايوه كده، هو كده ده الصح. وبعدين هقوم منزله شويه فاكهه هنا، ويبقى عندنا سلطه فاكهه بالشكل العادي عشان اللي هيكسل يحط في اسياخ. وممكن تقدموا بقى الفاكهة بطريقة تانية، انكم تجيبوا السكيورز اللي هم الأعواد الخشب بتوع الشيش طاووق، تقوموا واخدينه كده